بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. الموضوع الثاني من الصف الثالث الابتدائي، نحن وكوكب الأرض. فالموضوع بيتكلم عن حاجات موجودة في كوكب الأرض الأولاد ما يعرفوهاش، زي مثلا موضوع السلحفاة البحرية. ايه السلحفاة البحرية دي؟ طبعا دي صورتها عشان نعرف ايه بقى السلحفاة البحرية وايه مشكلتها وايه اللي حصل معاها. اول حاجة اشرف بيحكي لنا الحكاية، بيقول لي اشرف ده من محافظة الغردقة، يعيش اشرف في محافظة الغردقة حيث يعمل والده مدرب غوص. يعني ايه مدرب غوص؟ يعني والده يعمل في البحر ويغطس تحت الماء باستخدام اجهزة التنفس لكي يرى ما في اعماق البحار ويحافظ على النباتات الموجودة في اعماق البحار، ويستخدم في تدريبه ادوات غوص مختلفة زي اللي احنا شايفينها في الصورة دي. وقد اعتاد أشرف انتظار والده كل يوم، كان كل يوم أشرف يستنى أبوه لما يجوا من الشغل عشان يتعشوا مع بعض، وأبوه يقول له بقى ده أنا نزلت النهاردة في المية وشفت سمك ألوان وشفت حاجات حلوة كده يعني، تمام؟ ويريه صوره الشائقة، كان ممكن يصور له الحاجات. وفي يوم من الأيام عاد والد أشرف من العمل ولم يتكلم، وقد لاحظ أشرف أن أباه منهمك في اتصال هاتفي، وأشار إليهما هو ووالدته بالبدء في تناول العشاء وألا ينتظراه. يعني كان مشغول أو في التليفون بيتكلم مع حد، وفي نفس الوقت كان منهمك في التليفون قوي، وكان بيتناول وقال له روح كل انت ومامتك عشان انا مش فاضي اكل دلوقتي. فبدأوا يتناولوا العشاء وينتظره. بعدين تعجب اشرف ووالدته من حالة الوالد، استغربوا هو ليه عمل كده، ده مش متعود. وانتظر قليلا قبل أن تذهب الأم ومعها أشرف إلى الوالد لسؤاله عما يشغله. وبالفعل دق أشرف الباب مستأذنا في الدخول، فسمح له والده قائلا تفضل. دخل أشرف ووالدته وجلس بجواره، فسألته أم أشرف ماذا بك يا زوجي العزيز؟ لماذا أنت مهموم اليوم؟ عايزة تقول له في ايه اللي حصل، انت مشغول قوي كده ليه النهارده، هو ايه اللي جرى. طبعا قعد يحكي لهم وقال لهم للاسف لقد مررت بموقف صعب النهارده، كان في حاجه صعبه قوي شعرت فيه بالاسى والحزن، زعلت على الموقف ده قوي وكنت خلاص قربت ابكي منه وعيط. فتاثر اشرف وقال له ايه يا بابا، ايه الحكاية، ايه الموضوع، في ايه؟ طبعا حكى الاب بقى وقال له هقول لك يا اشرف، ذهبت كعادتي الى مكان عملي، يعني انا رحت نزلت في اعماق البحار انا وزمايلي زي ما بشتغل كل يوم، ونروح نحافظ على الحاجات اللي موجودة تحت في المية، وارتديت ملابس الغوص، يعني عشان ما ينفعش ينزل كده لازم يلبس الادوات الخاصة بالغوص، وقابلت المتدربين، الناس اللي معاه يعني، فاليوم كان اليوم الاخير لهم، هو بيدرب ناس علشان تشتغل نفس مثلا العمل بتاعه، فاتفقنا على الغوص في الاعماق لفترة، ان احنا نجرب نغوص فترة طويلة في المية، فشاهدنا المناظر الخلابة، شفنا حاجات جميلة قوي تحت البحر، والاسماك الملونة والشعاب المرجانية. الشعاب المرجانية اللي انتوا شايفين صورتها دي نباتات ملونة تنمو في قاع البحار، تمام؟ طيب لحد كده حلو يا اشرف؟ قال له حلو يا بابا. قال له كلام جميل، طب ايه يا بابا اللي يزعل بقى، الكلام حلو اهو. قال له ايه، عندما كنا نغوص
شاهدنا سلحفاة بحرية نادرة، يعني مفيش منها كتير، نادرة يعني مفيش منها كتير، فلازم نحافظ عليها عشان متموتش. تسبح باضطراب، مش عارفة تعوم، مفزوعة خايفة. وعندما اقتربنا منها، لما قربنا منها لقينا في بقها كيس بلاستيك كبير، ورأيناها وقد كان يبدو على وجهها الإرهاق وصعوبة التنفس، تعبانة ومش قادرة تتنفس ومش عارفة تعوم من الكيس اللي دخل بقها ده وسد زورها وكان ممكن يموتها. حاولنا الاقتراب حتى أمسكنا بها، قربوا منها ومسكوها وأخرجنا الكيس من فمها، يعني طلعوا الكيس من بقها بصعوبة، فتحركت مبتعدة فرحة بنجاتها، وعامت بعيد وكانت ايه مبسوطة او ان هم انقذوها. فاشرف قال له دي مسكينة السلحفة دي، بس انتوا يا بابا انقذتوا حياتها. رد اشرف بالفعل، رد ابو اشرف وقال له بالفعل يا اشرف، فالبلاستيك ضار جدا، وعندما يصل الى الماء يقتل العديد من الكائنات البحرية. عاوز يقول لنا ايه؟ ان احنا ما نرميش الزبالة في البحر، ان احنا ما نرميش الاكياس البلاستيكية في البحر، ان احنا نحافظ على نظافة المكان والماء، وعلينا توعية الناس باضرار البلاستيك حتى نحافظ على بحارنا. اجاب الوالد معك حق يا مروان، هذا ما كنت أتحدث فيه مع بعض العاملين معي في الهاتف عندما دخلت، وهذا ما نحاول القيام به. تعالوا نحل تمارين الكتاب. تخيل ماذا سيحدث لهذه الكائنات البحرية. طبعا في ناس رمت الزبالة اهي، وبواقي الأكل وباقي الكوبايات وبواقي ازاز فاضية، والكائنات البحرية موجودة اهي، وعلب الايس كريم الفاضية يا ترى، وكياس البلاستيك مالية الدنيا. ايه اللي هيحصل للكائنات؟ ايه اللي ممكن يحصل للكائنات دي لو قعدنا استمرينا في رمي الحاجات دي؟ طبعا الكائنات دي هتموت. البلاستيك عندما يصل الى الماء يقتل العديد من الكائنات البحرية، تمام؟ طيب هنا بقى اختر الإجابة الصحيحة. كان والد أشرف يعمل مدرب كرة، مدرب سباحة، مدرب غوص. طبعا مدرب غوص. مرة والد أشرف بيوم صعب شعر فيه بالحزن ولا بالفرح ولا بالملل؟ بالحزن. كانت السلحفاة تسبح بفزع واضطراب لوجود طعام في فمها، ولا كيس بلاستيك في فمها، ولا سمكة في فمها؟ كيس بلاستيك. الفكرة الرئيسية للنص الأسرة وفضلها، ولا كيفية الغوص، ولا البلاستيك وأضراره على الكائنات الحية؟ البلاستيك وأضراره على الكائنات الحية. يعني ايه الفكرة الرئيسية للنص؟ يعني القصة اللي احنا قلناها دي بتتكلم عن ايه؟ عن الأسرة ولا الغوص ولا أضرار البلاستيك؟ طبعا أضرار البلاستيك. طيب من الذي انزعج في القصة؟ مين اللي انزعج؟ السلحفاة كانت منزعجة والأب كان منزعج، يعني نقدر نقول الأب ونقول السلحفاة. طب إيه سبب الانزعاج؟ لأن السلحفاة النادرة كانت لا تستطيع التنفس، وكانت تعوم باضطراب، وكانت على وشك الموت بسبب كيس بلاستيك في فمها. ابحث عن منتجات بلاستيكية حولك واكتب أسماؤها. طبعا أكياس، زجاجات، ملاعق، أطباق بلاستيك وهكذا. اقترح حلا للمشكلة. الحل توعية الناس بعدم إلقاء المخالفات في البحر. هنا بقى صل السبب بالنتيجة. لو بصينا مثلا على الصورة الأولى بينضفوا النتيجة بحار جميلة وشواطئ جميلة، فطالما احنا نضفنا اللي هنا هنلاقي الشواطئ جميلة. الصورة التانية بيرموا حاجات بقى، طالما بيرموا حاجات يبقى هنلاقي الحاجات متكونة وشواطئ وحشة والكائنات البحرية ميتة، تمام؟ طيب هنا بقى طبعا الصورة التالتة، ان نتيجة انك انت بترمي حاجات الكائنات هتموت، ونتيجة انك ما بترميش الكائنات هتعيش. طيب اذا رمى الاطفال الاكياس في البحر ايه اللي يحصل؟ سيتلوث البحر بالقمامة. طب إذا ابتلعت السلحفاة الكيس البلاستيك
طبعا سوف تموت. طيب نقط سيكون البحر نظيفا إذا عملنا إيه هنا؟ إذا لم نرمي القمامة في البحر، إذا ألقينا القمامة في السلة، تمام؟ طيب لاحظ وتعلم. نشاط ألف، استخرج من اللوحة كلمات كما بالمثال. طبعا هو جاب كلمة صفارة وحط عليها خط، فاحنا هنا بقى الصورة التانية دي صورة ايه؟ صورة خلاط. هي موجودة في المربع التاني، احنا هنحط تحتها خط اهو خلاط، وهنحط هنا اهو خلاط، تمام. الصورة التالتة دراجة، تمام، او مثلا موجودة في المربع الرابع دراجة كما فوق الخط. بعدين خبز بقى او خباز، ده الخباز في المربع التاني هنضيف خباز. بعدين سيارة في المربع الاخير سيارة، تمام. واخر صورة اللي هي صياد كما شايفينه يصطاد السمكة. هنا بقى اكتب الكلمة المناسبة اسفل كل صورة مع الضبط بالشكل. اول حاجة سيارة، تاني حاجة سلم، تلاتة تفاحة، اربعة خلاط. نشاط تلاتة اختر الشدة الصحيحة للكلمة. مهرج، هنقول مهرجين ولا مهرجون ولا مهرجان؟ طبعا مهرجين. طيب رمان، رمان الشدة هنا رم ما ما، اكيد هتبقى الشدة بالايه؟ بال الفتح، فهنقول طبعا احنا كتبناها اهي الميم هي اللي مضاعفة، فعشان كده تبقى بالفتح. صبو، صبو بو، يبقى هتبقى بالضم هنا بقى، يبقى هنقول ايه؟ صبورة، يعني عشان يقطعها كده به ساكنة وبه مضمومة، يبقى عرفنا ان هي ايه؟ هتبقى بالضم، صبورة، تمام. طيب نشاط اربعة، اكمل حسب الصورة مع الضبط ووضع الشدة على الحرف. تحب نقط أكل السمك، تحب إيه؟ طبعا القطة، ولما نيجي نشكلها القطة عشان هي فاعل. طيب سباق نقط من الرياضات الممتعة، طبعا سباق الدراجات، الدراجات عشان ده مضاف ومضاف إليه. هذا نقط مريح لمن يجلس عليه، طبعا هذا الكرسي مريح لمن يجلس عليه. اكتب بخط النسخ نتعاون من اجل حماية البيئة، واكتب ما يملى عليك: ينظف، بسام، اسنانه كل يوم، تمام. توفيق للجميع. سوش الاعجاب بالفيديو، الاشتراك بالقناة، انتظروا درس غابات البامبو الحصة القادمة إن شاء الله.